زي كفن تبع الموجة. عسلمة مدام لطيفة. مرحبا مسي مالك. مساء الخير. مساء الفل. مساء الياسمين. والحمد لله تحسن عليك. حلوين حلوين يا مالك. حلوة الأغنية والله نتفقها معك سعادة. إن شاء الله ديما أيامنا حلوة في تونس. أمين يا ربي. زي أحلى. مرحبا بك على موزايك. مرحبا بك عايشه. احنا في بالك هذه اول مره في كورنيش قعدنا نتصلوا برشا 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 مرات في مباشر باش نحاولوا نتحاصلوا عليك. فينا الموت حصلنا عليك. اما نحب نتحصل على برشا اجابات زاد راهو معاك. يلا طبعا عندك نصف الليل ونص يظهر لي في مصر. والله جاني النوم يا ملك. يلا بلا انا كمان تقعد سهرة تبع شام اكتواليتي على فيسبوك وعلى انستغرام. هاي قدامي وزير خارجية سوسي وحذر من المساس بالعلاقات الخارجية للجديد. سوسي عاجل لنا جاوبني بالوقت. جاوبني بالوقت. يليلة مرحبا بيك. فرحانين برشا تكون معنا. هي عايشك مالك عايشك. وانا زيدة فرحانة برشا. وتعرف ان انا احبكم وزيك ونحبك انت بالبيت. يعيشك ربي يخليك. نفرح بكم ومعاك. يلا ابدا البرشا. يلا نبدا الجو. شنو هو الجو في مصر الساعة توا؟ بدات الحياة ترجع تدريجيا جاب شوية. انا نستنيه وكنا باش نمشيو للبحر من شهر لكن قعدنا نتابعوا في الجو في تونس. حرمت عائلتي الكل بصراحة. كنا معسكرين في الدار يعني ما نحبش نقولها كلمة حزينة. ما كنا حزينة بجد على الوضع اللي كان متاع الكوفيد في تونس. وقعدت نتابع أنا والسفير هوني وكل الجالية التونسية كلنا الناس كل تتحرك وما نجمناش نفرحوا بصراحة. وأنا نمشي للبحر. تعرف البحر في القاهرة يجب تعمل 230 كيلومتر باش تمشي للبحر الشمالي مينيموم مينيموم عليك التكييف والنيل جبدة كما نقولوا بالتونسي. لكن توا ان شاء الله بعد ايام باش نبدا اجازتي باذن الله ان شاء الله. باهي لطيفه نحب نرجع بك شويه لتالي خاطر وكان معنا من المتوقع انك تدخل معنا تقريبا 10 ايام التالي. وقتها انت رفضت بخصوص حكايه الماكينات نتاع الاكسجين وقلت حتى لفريق الاعداد وكل قلت معناها هذا شيء بسيط وتونس تستحق اكثر من هكا برشا. لكن هنا لطيفه برشا التزموا الصمت. برشا التزموا الصمت يعني في الوقت هذايا وحتى الاعانات ما ريناهاش جمله واحده. بيان سور نحكيو على معنا فئة معينة ما نجموش نجمعوا الناس الكل مع بعضهم. نعم. نحكي وزادة على الناس اللي كونت برشا من فلوس المهرجانات والسهريات على عكسك انت كمان. النقطة هذية تفاعلت معاها ديجا بيا الزاردي في ستوريات. بيا يعطيها الصحة. نحب نشكرها من خلالكم وغيرها برشا برشا عالميين وبرشا قيمين فنانين. مالك انت تعرف انا كي قالوا لي اصلا كلمني ولا كيف نحب نتكلم قلت لهم ما نتكلمش على تبرعات فرق انا عملت اللي لازم نعمله كيف ملايين من التوانسه كيما الافات من التوانسه ساعدوا البلاد. انا ما نحبش نحكي اني هاني عملت هكا راهو جبنا وكل بون كي طلع الاخبار معروفه 110 جهاز مكثف اكسجين وصلوا يا ربي ولك الحمد. قاعده نتابع مع سي محمد بن يوسف سفيرنا هوني في مصر ووصلوا الحمد لله الحمد لله وصلوا لتونس وتوا قاعدين يتوزعوا في الاماكن اللي محتاجت لها. واليوم الاخبار اللي حلو عجبني انه تونس اكتفت بكل المساعدات نتاع الاكسجين يا ربي ولك الحمد باسكو كانت ياسر خبر ما نحكي لكش ما نجمناش نرقدوا من 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 خيابته. معناتها اخبار ياسر خايب. تونس محتاجه اكسجين مش للدرجة يوصل وضعنا لهذا الدرج. هذه حاجة اللي ما حكيوش أنا ما نعملش باش يحكيو يا مالك. أنا نعمل ما يرضيه ضميري وتربيتي كتونسية تربيت في بيئة بسيطة. أنا من حي بسيط طبقة متوسطة تربيت بنت منوبة بنت سيد عمر ديغ 10 من الأجهزة باش يمشيو المستشفى القصاب في منوبة ولاية منوبة خاطر منوبة يمكن تضرت برشا في حكاية الكورونا ولاية منوبة. فأنا أنا واحدة من الناس راني مانيش انت واحدة من الناس لكن انت فنانة لطيفة وعندك اشعاع عربي وبرشا ناس قاعدة تتبعك ولطيفة حتى كي تعمل حاجة بسيطة كمان لعبت تتفاعل معك برشا زادة بالباهي ولا بالخايب. الحمد لله يعني ربي كثر المحبين
وربي يهدي المغربين اللي ما عندهم حد شيء غير انهم يهاجموك. انا نعمل ما يمليه علي ضميري تجاه بلادي تجاه ناسي تجاه ولاد بلادي. ربي يعلم انا شعملت بكايا ونواحي كل يوم وانا نشوف الناس ملوحة في الشوارع ملوحة في الكولوار نتاع الراب تاع شارنيكول باب الفلة نتبع في التلولي ذاك اللي باب الفلة يستنى في حد يجي يهز جارو. الحومة كلها البرة قاعدة تستنى الرجل مات يهز دارو وهم ما همش منجمون. معناتها كان ثم تصور انا شخصيا ما نجمتش نرقد من الوجيعة. سامحني مالك ما يعني عشنا كابوس بجد عشنا كابوس في تونس كابوس. معناتها الحزن اللي كان مخيم على الناس وعلى الصغار والكبار والمسنين والناس المريضة واللي أمه واللي أخته واللي أمه مش لاقي لها سرير واللي ما توجعش هذي في وين احنا في وين رانا ما ناش في ما نعرفش هنا يمكن كوت ديفوار ولا الاخرين البلدان اللي فيها حروب عليها ما فيهاش كما صار في تونس راو مش لدرجة رانا توجعنا برشا بالاخص الواحد يا مالك يبدا البرة خارج تونس يتألم أكثر والمسؤولين ولا همهم مش للدرجة تسيبوا بلادكم. سمحني يعني مش للدرجة توصل تونس تونس منارة من الثقافة ومن العلم ومن الشباب ومن النجاح. عنا شباب يفرح فهم تسيبوهم هكيكا يتلوحوا. فأنا كنت حزينة جدا واللي عملته ذيك أقل حاجة نقطة في بحر من البلادي اللي عطاتولي بلادي. أنا كنت أرفع رأسي وقلت تونسية نبدأ فخورة. بطيفة نهار 25 جويلية بالنسبة لك أنت كان يوم استثنائي جدا. كان يوم فرحة كان يوم لما تلقى الناس رئيس يقرر أنه هالبرلمان اللي في يده القرار بعد كل هالمشادات بعد هالضرب وهالشي اللي صاير في البرلمان ومسؤولين يمكن مش كلهم بالطبيعة فما ناس شرفاء وفما ناس لكن البلاد في 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 كابوس والبلاد قاعدة ترجع 200 سنة ولا قديش أيام الاحتلال مع سنين اللي عشناه في العشر سنين هذوما أيام احتلال فرنسا لينا يمكن مع سنين اللي عشناه. نهار 25 جويلية الملايين اللي طلعوا للشارع أعطونا أمل. الملايين اللي طلعوا يعيطوا يحيى الشعب والناس والدنيا والناس فرحانة أعطونا أمل. المحاسبة لابد منها المحاسبة اللي طلب بها الرئيس قيس سعيد وأنه جمد البرلمان حتى النواب في البرلمان كانوا يطالبوا بتجميد البرلمان وبحل البرلمان. اللي هو قاعد على الكرسي يمين وما هوش قايم بيدوره تجاه الناس البسيطة الفلاحين العمال الناس اللي مدخولها متدمر صار لنا توا تقريبا عامين من الكوفيد ما يقعدش على الكرسي. سيب خلي البلاد سيب البلاد خلي الناس تخدم خلي الناس اللي عندها انتماء وتحب البلاد واللي سرق واللي عمل يتحاسب. هذايا انت كنت ترجمت الراي نتاعك لطيفه في غنايه اسمها يحيى الشعب كنت سميتها انت بكري شويه كلمات والحان سامحني اسامه فرحات ولا كلمات والحان. كيفاش تخلقت ساعه الغنايه هذيا؟ الغنايه هذي عاملينها من عام 2019 كنا محضرينها باش نهبطوها في ولد عامله عيد الاستقلال معموله من 2019 بون نقول عام 21 توي الدنيا تجري معموله من 2019 وكل شويه نقولوا انا اسامه ينهبطوها. اي نهار اللي صار المفاجأة الكبيرة اللي صارت والقرارات اللي اتخذت بهذه القوة الصارمة وبهذه السرعة وبهذه الفرحة اتفقنا أنا وسامة أنه نعملها ونهبطوها من تلقاء أملنا أنه احنا عندنا أمل للبلاد. يحيى الشعب يحيى لازم يحيى الشعب ما يموتش وأظن القرارات إن شاء الله ستعيد الحياة للبلاد والمساعدات اللي جاتنا من كل البلدان من ثقتهم في تونس الجديدة في تونس الغد. ردود الأفعال كانت مختلفة لطيفة فيما يخص الغنية هذه تنسمعها بعد شوية على موزايك فيم. نادي عكاشة مثلا مديرة ديوان الرئاسي باتجت الغنية على صفحتها أما مش بنفس الكليب اللي هبطه أنت والبعض قالوا أنه الأغنية هذه مسيسة وترجع بينا إلى الوراء.
عمري ما عملت أغنية مسيسة في حياتي. أنا أنتجت 35 ألبوم في حياتي كلهم مالي الخاص. ينجح ألبوم من فلوسك الألبوم نعمل ألبوم آخر. عملت أغنيات لبنان لفلسطين لتونس لليبيا لكله إنتاجي الخاص. عمري ما حد سياسي جاء قال لي إيجا أعمل أغنية. السيدة نادية عكيش أنا نحترمها برشا ويريت عندنا منها برشا في تونس، السيدة منار لو قاعدين نشوفه بالمجهود اللي قاعدة تعمل فيه، إنه نزلوا الغناية بهذيك المشاهد، هذا مجهود عملوه. أنا بالنسبة لي الغناية المكتب متاعي والتكنيسيان اللي معايا في الليكيب تكنيك اللي معايا عملناها وهبطناها. أنا لقيت الغناية هبطت على صفحة التلفزة، لكن اللي احنا عملناه مختلف وهبطتها على الفيسبوك وهبطتها على اليوتيوب. به لطيفة باش نتفاعل معاك فيما يخص التلفزة، لأنه الأغنية هبطت على باج التلفزة واليوم تفسخت. صحيح هذا؟ أنا إذا ما عجبتش الناس أنا ما الفيديو كليب ما شفتوش كله بصراحة، اللي هبطت في التلفزة شفت اللي اتذاعت في الوطنية، لكن كنت مركزة كانوا الليكيب كلهم بحذية في الدار وقاعدين حاضرين المونتاج متاعنا نحضروا فيه، فكنت مركزة في الفيديو متاعي يعني. ولكن الحمد لله أني هبطت بالشكل أنا عملته معناتها بيناتهم دي مينوت راهو بيناتهم خمسة عشرة دقائق حاجة هكا يعني. لكن الفرحة إذا حد عمل هكا فدليل الفرحة راه ناس فرحانة باللي صاير ويحيى الشعب مش لطيفة عارفين ولو سنة فرحات فقط اللي قالوها. يحيى الشعب قالها فرحة حساد وحبه في الشعب، يحيى الشعب قالها بالعيد الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله يا رب الملفات تطلع اللي اختاله بالعيد هذا العظيم الرائع. بالعيد قال لهم 12 لهذا الشعب. يحيى الشعب قالها بالقاسم الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة وقعدت في التاريخ. يحيى الشعب أولا وأخيرا، لا يحيى إلا الشعب، كل ما عليها فاني. تونس باقية، تونس باقية، تونس تبقى، واللي يعطي لبلاده وانتمائه ويكون قوي هذا من إيمانه بالله سبحانه. لما تكون أنت مؤمن بالله وإيمانك قوي صدقني لازم يكون عندك انتماء لبلادك لوطنك لأرضك لشعبك لناسك للأطفال للشيوخ للأجيال الجاية، لازم تكون ضميرك صحيح. أنا لم أنجح من فراغ، أنا نجحت وصلت اللي أنا وصلت له لأني مؤمنة بهذا، لأنه تربيتي البيئة التونسية الأم التونسية اللي ربيتني والمعلمين اللي علموني هم اللي أعطوني هذه القناعة يا مالك. أنت قلت ما نجحتش من فراغ، على ثم ناس اليوم تراك نجحت من فراغ لطيفة؟ معناتها ما نيش وجه السلسة بس يجي نعمل أغنية هكيكة. أكيد فكرت وحسبت وعملت وأكيد ثم برشا الناس يقول لك اندر شنو شنية ثم كلمة أنا عيب قلت لأخويتي اليوم خويا قال لي ليه في تونس نقولوها عادي ما هيش عيب. واحد يقول لك وريت وريت نخاف ما تشافك ليه مكتوبة خطر في كل وسائل الأهلام. أنا عمري ما أنا أقول هيك باللغة السوسة، أنا عمري ما تملقت لا لمسؤول ولا لرئيس وتحدى مخلوق يقول أنا عملت اللطيفة، لا رئيس زين العابدين ولا غيره. الله يرحم الكل، عمري ما حد كان ليهم زي عليا، لا خدت ديار ولا خدت أراضي ولا خدت ولا كان مصلحة في مخلوق، بل بالعكس أنا حربت. يكفيني أني أنا 9 سنين لم أغني، كانوا في وزارة الثقافة كل ما يقدم حد وصير لطيفة عارفين ويرضوه، شكون يرضوا الله أعلم. من 2010 لغاية 2019 حرمت من بلادي. علاش كنت محسوبة على النظام القديم؟ الله أعلم ما نعجبهمش لا، ويمكن زيبا كما هما توري يقولك تغني في مصر قدام النظام الانقلابي، يجي شوفوها مصر يقول عليها نظام انقلابي، الله يحمي هالبلاد، يجي شوفوها وين وصلت مصر. العاصمة الإدارية الجديدة مشروع تاريخي، حياة كريمة مشروع تاريخي، مدينة العالمين الجديدة فما جوجل وادخلوا شوفوا، تحب الناس اللي تسمعني تدخل وتشوف وين وصلت مصر. أنا أغني لهذا البلد لأنه هذا البلد أعطاني الكثير، ونغني لبلادي أكيد نرفع راسي لبلادي.
بالرغم من هذه كل لطيفة ويحيى الشعب والغناية اللي كما قلنا برشا ردود أفعال فيما يخص الغناية هذه، ولكن انطلقت الهجمة على شبكات التواصل الاجتماعي عليك. معروف شكون اللي قاعد يهاجم، اللي قاعد يهاجم اللي مصالحه تهدد في هاليومين بقرارات 25 جويلية، اللي قاعد يهاجم مش عاجبه، ما فهمت عليه، اللي عندهم مصالح أكيد هم اللي قاعدين يهاجموا. هذا الجيش الإلكتروني اللي معروفين للأسف. أنا مع مانيش ضد أي حد ولا ضد أي حزب، كل واحد حر يحب بلاده بطريقته، لكن حبها بلادك وعطيها ما تدمرهاش. شو عملتولها تونس انتوما؟ لكن لطيفة من ردود الأفعال، سمحني نتفاعل معاك، من ردود الأفعال مثلا اللي قريتها على فيسبوك، انه مثلا يعتبروا انه الأغنية هذية ركوب على الحدث، او الأغنية هذية جات من عند فنانة برشا هكا يحسبوها على اساس انها من النظام البائد. شنو معناتها ركوب على الحدث؟ معناها بتستفيد هي باش يجي يقعد يقولوا عملت أغنية هي نعطيوها ندرسنا هكاكا معناتها ولا شو معناتها؟ هكاكا اي هل أنا استفادت وكل جنر أنا فسرك معناه خدمة اسمها بالأغنية هذه بحدث ممكن تواسها كل جو فيه، معناها كل ما يصير حدث نهبت أغنية وراك خويا. ماني محتاجة والله، أقسم بالله العلي العظيم ماني محتاجة. نقول لهم بعد كارير 25 سنة مانيش محتاجة لنركب على حد، مركبت على أحداث زمان، شو نجي نركب توا على الأحداث؟ أنا أحداث بش نركب على عمري ما تعلمت حتى الكلمة، المصطلح رخيص، يعني مصطلح يركب على الأحداث رخيص، دي من حد فارغ ما عندوش باكراوند، ما عندوش ما عملش كارير محترمة، دي من حد فارغ ما عنده حد شيء، يمشي يركب على الحدث يعيش حياته في الهواء هكيكا. إنما لطيفة عرفاوي ما هيش محتاجة تركب على أي حدث من الأحداث. لطيفة عرفاوي انطلقت من فرحتها بالملايين اللي طلعوا للشوارع فرحانين في عز الكورونا، يا مالك في عز أزمة الكورونا بالعشرة آلاف مصاب في النهار، في عزها الناس تطلع في الشوارع هكاكة فرحانة بقرارات ياخدها الرئيس بهذه القوة. سمحني، يبقى الشعب التونسي كله طلع ركب على الحدث ولا شنو الفازة؟ شنو الحكاية زعمة؟ هكا الملايين اللي طلعوا في السوير عيزمروا ويزغرتوا اللي انا حطيتهم في الكليب ركبين على الحدث هذوكا ولا شنو الحكايه زعما؟ انت هبطت رد طويل اليوم. قلت نعم يحيى الشعب، لم اكن انتظر نيل شهاده في النضال من اي كان، وخصوصا اولئك الذين احترفوا توزيع صكوك الغفران والنضال. مضبوط، عارفين ارواحهم جيد. الكلام هذا موجه لمواطنين عاديين ولا لزملائك؟ لا زملائي، عليه ما شفت الزملاء هاجموني مطربين وزملاء الفنانين معناها ولا لا ما شفتش. لا مش مواطنين عادي، المواطن العادي يحب بلاده يحب يفرح يحب يخدم. لكن الكلمة ذي لشكون مواجهة لطيفة؟ عارفين انفسهم اللي قاعدين اللي عندهم مصالح ومصالحهم مهزوزة توا وخايفين يرعشوا من الملفات اللي بتطلع اللي ديهم ملطخة بالفساد، يا مالك اللي ديهم ملطخة بالفساد يهاجموا لطيفة. نعم، اللي ديهم معناها كما قلت انت ملطخة بالفساد، شنو مصلحته انه يهاجم لطيفة العرفاوي؟ اسهله يهاجم اي حد. هما قاعدين فاضيين ما عندهم حتى شيء، هما توا ثم برشا ناس ثم زادة برشا ناس برشا اعداء النجاح. اش معناتها باهي؟ سامحني انت، اش معناتها يهاجم لطيفه في يحيى الشعب؟ عليه ما يحييش الشعب، يحبوه يموت باهي. ثم قداش من فنان لا يقل عن 8 هبطوا اغاني، من اللي غابور للاستاذ لطفي بوشناق اللي نحييه وكلمني اليوم، اللي برشا فنانين زملاء اخرين هبطوا اغاني، محمد الجبالي، دي غابور برشا ناس تكلموا، و اللي رابور عملوا أغاني جريئة جدا في كلامها وبشكل مباشر يهاجموا في شخصيات. أنا انحزت إلى الشعب، أنا قلت يحيى الشعب، يسقط كل عدو للشعب، ارفع راسك عالي.
برشا وجوه تضامنوا معاك لطيفة، مثلا ألفة بن ألفة يوسف تضامنت معاك. نعم. في الغنية هذه بايا زردي كانت حياتك في أكثر من مناسبة. نعم. اليوم باش تجاوب التوانسة بعمل جديد آخر برشا أعمال. السيدة ألفة يوسف كاتبة عظيمة، أنا أفتخر بها. ألفة يوسف قلم شريف عظيم محترم، فخر لكل امرأة تونسية. ألفة يوسف نفاجا التوانسة بأعمال أخرى. عندي عمل عاطفي كنت أخرته خاطر الوضع كما قلت لك في تونس كان محزن، أخرته لكن اللي صار توا فرحني وخلاني تشجعت وداخل نصور قريب جدا بإذن الله. تصوير كليب تهبط بعد أيام. بعد أيام وفما أغنية أخرى لتونس بإذن الله تهبط بعد فترة. ولا لطيفة، أنا أقول لك شكرا ليك، سمحني كان سهرتك توا عندك ما دي ساعة. لا بالعكس، أنا نفرح برشا مالك أنت تكلمني، نحب أسألتك ونحب فكرك وفي أي وقت بس نقول حاجة لبلادي والناسي نكون في منتهى السعادة. فقت أنا توا سيئ. ميرسي لك أنت لطيفة، راهو الأسئلة هذيا مش أسألتي أنا برك، راهو أسألت أشرف زاد اللي موجود معنا في فريق الإعداد وكذلك الإيكيب كاملة، مانيش وحدي في الاستوديو. لطيفة، رسالة للجمهور التونسي، للناس اللي تحبك اللي تتبع فيك اللي فان نتاعك، شنو تقول لهم؟ قول لهم راني انا بنت تونس، وراني انا كالطفله اللي كيما طلعت من ايام الرشيديه وعلي سريتي بديت مشواري واحده واحده، راني لا حتملق لمخلوق ولا بس نطبل لمخلوق. حياتي رغم كل المغريات اللي جاتني في حياتي باش نغني لشخصيات عمري ما وافقت ولا عمري رضيت، خاطر انا تربيت هكاكا، نحب بلادي ونحب شعبي وناسي. نقول لهم ان شاء الله بقدره قادر كريم تونس الجاي احلى باذن الله ان شاء الله يا ربي، ويحيى الشعب وتونس بشعبها، لا اراده فوق اراده الشعب، ربي يحمي تونس. يعيشك لطيفه، شكرا ليك، هذيك الساعه ميرسي بوكو، كنت معنا مباشره على موزاي كيف ما نسمعوا في حياتي.